good. كما وصلنا لعلمكم اللي يقوم لاول مره مهرجان سينمائي تونسي اكزاكتومون مهرجان سينمائي تونسي في تونيجن فيلم فيستيفال ان هوليوود يوم 10 11 و 12 جام ومعنا ذي ربيعي من منظمي هالمهرجان. ذي شنو البرنامج؟ البرنامج كامل وواسع وشاسع ودسم، باش يتراوح ما بينات الوثائق القصير والوثائق الطويل والمتوسط اللي على الثوره، باش يكونوا عندنا زاده دي بريمير مونديال نتاع افلام ماهيش وثائقيه، مثلا نعطيك الوثائقي لوبوزون باش يعمل البريمير مونديال لانيس الاسود، الوثائقي نساء الثوره الهجر بن نصر باش يعمل البريمير مونديال نتاعو، فيلم فوس نوت المجدي سميري باش يعمل البريمير مونديال نتاعو، ضمن بعض المنتوجات الاخرى اللي باش تبثوني اول مره. كذلك موسيقى. الموسيقى زادة عنا نهار كامل ديال الموسيقى مع فنانين توانسة باش يجيو من تونس وإلا من خارج تونس، كيف ما ام سي راي اللي باش يجينا من كاليفورنيا دي نور وإلا امال مثلوثي اللي باش تجينا من تونس سبيسيالمون بور سيت ايفينمون. تونيجن فيلم فيستيفال ان هوليوود اول مهرجان سينمائي تونسي باش يكون ما بين 10 و 12 جانفي هنا في هوليوود. أولادي الأربعة كنت من أختي أخوهم بزال غير توصل زدت مريتش حتى الضربة كيفاش فيه المهم جاني ميت. حسنا اصطدامات عنيفة جدا من طرف الشرطة التي اكتسحت الموقع وقامت باعتقال العديد من الأولاد. تونس عرفت موتا في السجون تحت التعذيب. كان يعتدى علي باستمرار خاصة بعد أن أسست مع مناضلين آخرين الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. الصمود يصير قدرا. سأواصل النضال. سأواصل النضال ضد التعذيب، سأواصل النضال ضد الظلم. حتى تكون بهذا الثمن الباهظ الذي دفعته.